بسم الله. ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. الساجدون هم الذين يعرفون ما معنى السجود لرب العالمين. معنى الله أكبر ما عاش عنا من ننتبه إليه في مشاعر الدنيا. الدنيا هي مجال جناب عوضة، لأنه لو ترتك إلى جناب عوضة لن يشرب كافر شربتها. رياض الساجدون على ما هو معنى في حضور بين الله. آمنا أسلمنا طلبنا الارتقاء إلى درجة الأحسن. هؤلاء الساجدون أنتم من تقولوا وإحنا سجدنا في رمضان في صلاة التراويح، برغبت روحكم أن كنتم من الساجدين أم كنتم من الغافلين الخاسرين؟ فماذا منهم والله يحتفلوا به، لأنه هم هم والغم غم. قال لك هيا اطرب له اطرب له، هيا حرك الموسيقى. وعنا في الإذاعات جد مصباح يعدلك موسيقى موسيقى. يا أخي دارنا كيفاش نفد فيكم الوعد، وليتوا كما تقولون في تحركوا من غير ما يحرككم أعداؤكم الذين لعبوا بمصيركم. فأنتم زدتوا على نبي سيادكم الآمنين لكم والمذلين لكم، وليتوا أنتم تزيدوا تعليوا من قيمة الموسيقى. احنا عندنا وقت اللي مش ندخل بعالم الغناء والطرب والألحان، كنا ندخل باش نزيدوا سبحوا للمولى الرحمن، وزيدوا نذكروا بأسماء الحسنى التي نسيها الناس إلا من ألسنتهم. قالك أنا والله نحفظ اسمع أنا نحفظ أسماء الله الحسنى. تحفظ باللسان يا أحمق لله ليس لك بيان. هي أسماء الحسنى تعطيها عقل. قال النبي عليه السلام ليكون جزاؤك الجنة. من أحصاها مش أحصاها في التعداد وفي تحريك اللسان والشفتين والفم سبعة، لا، أحصاها أي أعطاها قدرها كما قال مولانا وما قدر الله حق قدره. ابكيوا على حالكم يا من ظننتم أنكم من خيرة المسلمين وأنتم أسوأ العبيد في نظر المؤمنين بعد نظر رب العالمين ونظر الأنبياء أجمعين عليهم الصلاة والتسليم. نعوذ بفضل الله.